وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة نانسي خضوري، عضو مجلس الشورى. نرحب بك سعادة الأستاذة في نشرة أخبار الثالثة. إذن كيف يعكس إعلان جائزة الملك حمد للتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية نهج مملكة البحرين في الانفتاح على العالم ونشر ثقافة التعايش بين الشعوب والأديان؟ بداية شكرا على استضافتي. إن إعلان جائزة الملك حمد للتعايش السلمي الذي تم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، يعكس الرؤية الملكية السامية التي ترى في التعايش والحوار والتسامح بين مكونات المجتمع داعم أساسي والطريق الأمثل نحو تحقيق السلام والتقدم والاستقرار على مستوى الشعوب والدول. هذا التدشين يأتي ليتوج جهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وأود في هذه المناسبة أن أشيد بهذه الجهود التي حققت هذه اللحظة التاريخية وصولا إلى أهداف إنسانية ومجتمعية مهمة تقوم على نشر التعايش واحترام الأديان من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة، وهي ثقافة يحتاج إليها العالم في هذا الوقت. نعم أستاذة نانسي، لو نتحدث عن مبادرات مملكة البحرين بشكل عام في نشر السلام والثقافة وثقافة التعايش بين الجميع إلى دول العالم. مبادرة تدشين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تأتي ضمن مبادرات إنسانية عديدة ومتميزة تتبناها مملكة البحرين على المستوى العالمي في خدمة الإنسانية. وهذه المبادرات تنطلق من تاريخ عريق لبلدنا، تاريخ عريق لمملكة البحرين الذي يشهد على التعايش والتعددية والانسجام المجتمعي، بما جعل من المملكة نموذجا على هذا الصعيد. ونحن نفخر بأن نشارك مقومات نجاح هذا النموذج مع باقي العالم، وأن تكون مملكة البحرين طرفاً مهماً وأساسياً في طريق إرساء المبادئ الإنسانية لتكون نهجاً للحياة من أجل نبذ الكراهية والتعصب وصولاً إلى بناء ثقافة التعايش والسلام على مستوى عالمي. سعادة الأستاذة نانسي خضوري عضو مجلس الشورى، شكراً جزيلاً لكِ.